مع ختام يومها الثالث شهدت مرحلة التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في إمارة الشارقة إقبالا كثيفا من الناخبين لاختيار مرشحيهم، وذلك في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج. وأكدت لجنة الشارقة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي إقبال كافة شرائح المجتمع على عملية التصويت، وبالأخص من فئة النساء والشباب وكبار السن، في خطة تعكس اتساع الوعي بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية. هذا وسيكون الناخبون على موعد مع يوم الانتخاب الرئيسي السبت المقبل في 39 مركزا انتخابيا في كافة مناطق الدولة. هناك جهود حول هذا التنظيم، هناك أفراد يداومون ب 12 وال 14 وال 15 ساعة، فأنا أوجه كلمة لإخواني وأخواتي جميع أعضاء الهيئات الانتخابية على مستوى الدولة بأن حبهم لوطنهم، حبهم لصناعة وطن ديمقراطي، أن يبادروا للإدلاء بأصواتهم، يبادروا بالمشاركة في هذا الحدث الذي الكل ينتظر أن تنجح هذه التجربة للمرة الرابعة. ولا شك أن ارتفاع نسبة المشاركة أيضا هو دليل على أنها دولة الإمارات العربية المتحدة دولة تمكين، دولة رائدة. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة المستشار عيسى بن حنظل، المستشار القانوني بمكتب سمو الحاكم رئيس لجنة إمارة الشارقة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي. مرحبا بك سعادة المستشار. مرحبا بك. أهلا. بداية، كيف تقيمون الإقبال على مرحلة التصويت المبكر في أيامها الثلاث في الشارقة؟ الحمد لله كان الإقبال كثير من المواطنين، لاحظنا مشاركة من مختلف فئات العمرية، ووجدنا كذلك حضور واضح من الناخبات في المركز. كانت العملية بسيطة وما تستغرق من الشخص 3 دقائق فقط. نعم، جميل جدا. ما هي استعداداتكم لليوم المنتظر بالنسبة لكافة المرشحين وهو يوم الانتخاب الرئيسي السبت المقبل؟ في يوم الانتخاب الرئيس تم تجهيز 7 مراكز انتخابية موزعة على كل من مدينة الشارقة والمنطقة الوسطى والشرقية. حرصنا في تحديد مواقعها قرب وسهولة وصول الناخبين إليها، وتم توفير كل ما يكفل سرعة وسهولة إتمام عملية التصويت من متطلبات إدارية وفنية، وكذلك عدد كافي من أجهزة التصويت وفرق عمل مدربة لإدارتها وتقديم المساعدة اللازمة للناخب. نعم، جميل. رسالة توجهها لأفراد المجتمع مع قرب الحدث واليوم المنتظر؟ حقيقة أدعو إخواني المواطنين للتأكد من ورود أسمائهم في قوائم الهيئات الانتخابية وإحضار بطائق الهوية والمشاركة بأصواتهم، الذي يعد واجب وطني يمكنهم من اختيار أنسب وأكفأ المرشحين لتمثيلهم في المجلس الوطني إن شاء الله. إن شاء الله. سعادة المستشار عيسى بن حنظل، المستشار القانوني بمكتب سمو الحاكم رئيس لجنة إمارة الشارقة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، كل التوفيق للجميع وشكرا لك على هذه الإفادة.